السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذ السنة الأولى إعدادي مسار دولي، مرحبا بكم في هذه القناة، قناة إديكاسيون بلوس. سوف نقوم بإذن الله بشرح عدة دروس في مادة الفيزياء. أولا نبدأ بأول درس، لو دون نوتر انفيرونمون، الماء من حولنا. سوف نقوم بشرح هذا الدرس في هذا الفيديو بإذن الله. أولا لدينا لي غوزوغوفوار ناتوريل دو لو، الخزانات الطبيعية للماء. لي غوزوغوفوار ناتوريل دو لو، خزانات طبيعية للماء. اونفيرون لي تروا كار دو نوتر بلانيت، 77.7% سون ريكوفير باغ لي مير اي لو سيسيان. فأول جملة لدينا كيقول لك بأن ثلاثة الأرباع ديال الكرة الأرضية، ديال الكوكب ديالنا، كيتكون من غير من البحار ومحيطات. حوالي 70.7%، 70.7% كلها غير بحار ومحيطات. لو سوري بارتي دو لا مانيير سويفون، الماء كيتقسم الطريقة التالية في الكوكب ديالنا. الماء كامل اللي كيوجد على خمسة الحالات، سوا لي مير او اوسيان، بحار ومحيطات، 97.2%، 97.2% الماء كامل اللي كاين في الكرة الأرضية، 97.2 عبارة عن بحار ومحيطات. لي غلاس بولير هو الجليد، 2.5%، 2.15%. لو سوتيغا الماء اللي كيوجد في جوفي، المياه الجوفية، 0.63%، 0.63%. لاك اي ريفيير، البرك والأنهار، 0.01%. والأتموسفير، الأتموسفير هو الطبقة الجوية، 0.001%. كما كتلاحظوا بين الأتموسفير هو أقل مكان يتواجد فيه الماء، والميغليزوسين هو أكثر مكان يتواجد فيه الماء. On distingue deux sortes d'eau. نستنتج جوج حالات ديال الماء ولا جوج مخرجات ديال الماء. لو صالي، حتى هاد الماء كامل اللي عندنا في الكرة الأرضية كينقسم لجوج، يا إما لو صالي 97.2% بريزونتي دون لي مير ايروسيان، الماء المالح حوالي 97.2% اللي كتواجد لنا في الأنهار، عفوا في البحار والمحيطات. ولودوس هو الماء العذب اللي كنشربو حنا، اللي هو ضروري للعيش ديال الانسان، 2.8%، سيتادير اون او كي نو كونتيان با دو سول، كون تروف دون لي لاك لي زو سوتيران لي غلاس اي دو لاتموسفير. الماء العذب اللي كيمثلنا 2.8% هو الماء اللي ما كيحتويش على الملح، كيكون غير مالح، كيكون عذب، اللي كيتواجد لنا في بيرك لي لاك، في الطبقة الجوفية وفي الجليد وفي الطبقة الجوية. تانيا لي زيتا فيزيك دو لو، دوزيام شوز سي لي زيتا فيزيك دو لو، حالات الفيزيائية للماء، كيف يتواجد الماء، على أي شكل يتواجد الماء. Sur Terre, l'eau est omniprésente, elle existe sous trois états. في الأرض الماء كيتواجدني على ثلاثة الحالات، سوا سوليد، سوا ليكيد، سوا غازو. سوليد يعني صلب، سوليد صلب بحال لي غلاس والنيج، الجليد والثلج، الجليد والثلج، ولا ليكيد سائل بحال بلوي ولا بغويلار. بلوي هو الشتاء، بغويلار يعني واحد نوع ديال الشتاء كيكون خفيف، كيكون نوع ديال الشتاء كيكون خفيف. غازو ولا كيكون غازي، حتى الماء يمكن لي يكون غازي، بحال فابوردو يعني بخار الماء، بخار ديال الماء. ثالثا لو سيكل دولو، دورة المياه، الماء كيفاش يتشكل لنا في الكرة الأرضية ولا الدورة ديالو.
أول حاجة كيكون عندنا الماء في البحار والمحيطات، لي مير إي لوزيسيان كيتعرض لأشعة الشمس، تمبيراتور درجة الحرارة كتسلط عليه الصولاي، كيوقع للماء فابوريزاسيون تبخر، كيوقع للماء فابوريزاسيون تبخر كيعطينا فابور دو بخار الماء. هاد بخار الماء كيتحول لنيج الغمام عن طريق كوندونساسيون، عن طريق واحد ملي كيوصل للطبقة الجوية كيكون كيتلاقى مع الرياح ومع مع الجو بارد، كيوقع التكاتف كوندونساسيون، كيوقع فابور دو كيولي نيج، كيولي غمام عن طريق كوندونساسيون التكاتف. هاد النيج بفعل الرياح كتنتقل لنا اليابسة بحيث يا إما كتكون على شكل ثلوج ولا شكل أمطار. هاد النيج إذا كتكاتف بزاف كتعطينا يا إما ثلوج أمطار ولا ثلوج أمطار بلوي نيج ثلوج. هاد الثلوج اللي كتسقطنا على الجبال وفي المرتفعات كيوقع لها فيزيون الذوبان، وحتى هاد الأمطار اللي كتكون على اليابسة كتشكل لنا لي ريفيير، هي ولي الثلوج هي ولي نيج كيشكل لنا لي ريفيير. هاد لي ريفيير هادو كيمشيو لنا للبحار والمحيطات، كيشكل لنا ريفيير هما أنهار كيمشيو لنا البحار والمحيطات. وكما كتلاحظوا هنا عندنا دورة، داك الماء اللي كيمشي للبحار والمحيطات أيضا كيتعرض لدرجة الحرارة وكيتبخر وكيتكاتف وكيسخط لنا على اليابسة وكيرجع للبحار والأنهار. كما كتلاحظوا سيكل دولو دورة الماء. سولاكسيون دو سولاي اون بارتي دولو دو مير سي فابور بور فورمي دي نيج. قالك بسبب الشمس واحد جزء ديال الماء ديال البحر كيفابور كيتبخر وكيشكل لنا نيج غمام ولا دوك الغيوم، غيوم عفوا كيشكل لنا غيوم. Avec les vents, ces nuages arrivent au-dessus du continu où ils s'ajoutent à ceux déjà formés. Et que le ramamado, le royaume qui détient le rire, les vents, qui détient le rire, l'yabissa. L'eau des nuages retombe sur la terre sous forme de pluie, de grêle ou de neige. الغيوم اللي مشات لنا اليابسه كتعطينا شتاء وثلوج، كتسقط لنا الشتاء وثلوج غوتومب كتسقط لنا الشتاء وثلوج. لا نيج دي غلاسيير فون اي فورم دي ريفيير، هاد الثلوج كتشكل لنا لي ريفيير الانهار. لي نيج ملي كيوقع لها الفيزيون الذوبان كتشكل لنا انهار. او سول لي بريسيبيتاسيون سانفليترون دون لا تيغ او ريسيلون à sa surface avant de retourner dans les mers ou les océans. Au sol, à l'art, avec le milieu, il y a une infiltration qui se trouve dans la tabaka jofia ou le résolument qui est le sélen. Parce que tu as dit, mais que le sélen qui est mis les mers ou les océans, qui est déjà l'asle d'yel. Le point de départ, qui est déjà l'asle d'yel, nous sommes en train de faire. رابعا واخر شيء عندنا اوتيزاسيون دو لو استعمالات الماء، اوزاج دو دوميستيك بريباراسيون دو روبا بواسون اي نيتواياج دو لا فيزيل. اوزاج دو موستيك هو الاستعمالات المنزليه ولا اليوميه ديالنا، كنستعملو في الاكل الشرب غسل الاواني تحضير المأكولات ولا اندستري بور فورمي دو نومبرو برودوي وفروديسمون دي انستالاسيون اندستريال. صناعيا يعني كنستعملو حتى صناعيا، كنجو به عدة منتوجات، كنبردو كنستعملو في التبريد لعدة آلات صناعية. ولا أغريكولتور باش كنغرسو به باش كنسقو به المغروسات ديالنا. هادو هما الاستعمالات الأساسية ديال الماء، والماء راه ضروري لحياة الإنسان، ضروري لحياة جميع الكائنات بصفة عامة. ولودوس ضروري لحياة الإنسان، الماء العذب ضروري لحياة الإنسان. هنا كنكون انهينا هذا الشرح ديال الدرس الاول، غادي نقوم بشروحات الدروس الاخرى ان شاء الله.
كنتمنى تشاركوا هذا الدرس مع الأصدقاء ديالكم، وما تنساوش مشاركة اشتراك القناة عفوا وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد.